ضليت عم بتقلب كل الليل، ما قدرت نام منيح وارتاح. جاسي، شو المشكلة؟ في شي صاير معك؟ لا ماما، أنا منيحة. بنتي عيونك منفخين، كينا عم تبكي؟ فارندار خلاكي تبكي ما؟ هلأ فهمت، أنت رحت لتقنعي وشكله كان وقح معك بالكلام، مزبوط؟ لا يا أمي، القصة مو هيك. أنت لا تاكلي هم بنوب. حاج بقى توقف بصفه وتدافع عنه، ما بيستاهل. أنا اليوم بدي أحكي معه بالقصة. فارندار، رؤي. لك يا فارندار، فارندار وينك يا ولد؟ لك أنت ليش ما عم بترد علي؟ شبكي أمي؟ ليش عم تناديلي؟ شو اللي عم بتخطط له أنت؟ آه؟ ما رح تتزوج يعني؟ ماني جاهز وما بتحمل مسؤولية، بالأول عم تجاهل البنت وهلا عم بتقول إيه؟ الشخص اللي بيهتم فيك أنت تجرحه وبتأذيه وبتخليه يبكي طول الليل؟ رفقاتك عم بيخوفوك ليخلوك تكره الزواج وتبعد عنه، كلياتهم رح يتزوجوا قبلك ابني ورح يكون عندهم أولاد كمان، وأنت رح يتركوك بس لتشتري لهم حلو بس تكبر وما تتزوج، ما عم بيخلوك تفهم إنه الشيء الوحيد اللي لازم تعمله هلا بحياتك إنك تتزوج. أخوك نارندار بده مصلحتك أكتر منك، عم تفهمني؟ أنت معتبرنا أعدائك؟ أنت الوحيد الذكي بهذا البيت؟ ليش عم تتصرف فيك وتضيع حياتك ومستقبلك وتدمر بكفي حياتك؟ أمي بكفي، اسمعيني بالأول خلاص. شو بدك يعني اسمع؟ ليش إلك عين تحكي أنت؟ إيه أمي، إيه؟ شو هو اللي إيه؟ خبريهم أني صرت جاهز، روحي. شو قلت؟ عن جد؟ عيد بتخبري عائلة نيمي أني قررت وافق على هذا الزواج. أنا موافق. هيك ها ابني حبيبي، فرح قلبي، الله يسعدك بحياتك يا رب. جاسي سمعتي؟ وافق، واخيرا وافق. ايه، وهذا الشيء كلياته بفضلك انت. الف مبروك حبيبتي، مبروك إلنا كلياتنا، وهذا بفضلك انتي. لك شوفي شو صاير بهالبيت، ليش عم تحطنوا بعض وتباركوا لبعض؟ ابني حبيبي وأخيراً اقتنع ورح نجوزوا عن قريب. ايه؟ ايمت رح نشوف البنت؟ شو هالصدفة كمان؟ غريب، أنا بقضيها صوم ودعاوي وهو بيتجوز على البارد المستريح. مو معقول. يا ربي، رح يطير عقلي من الفرح، مبسوطة كتير، ماني مصدقة. راني يلا روحي على المطبخ وجيبي حلو، خلينا نتحلى كلياتنا. جبت لك السكرات تحلي فيهم. اوهو سكر، يلا منتحلى بسكر لبما يجي الحلو. يلا كلي 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 بنتي. مرحبا امي، انا ليكني هون. هالولد وقحه كتير. جاسي انت روحي طعمي الحلو ماشي، لانه انا بدي روح صلي. شو رايكم اليوم بدنا نعمل حلو على الفطور ورح نحط لوز كمان ماشي؟ ممتاز. يلا أنا رايحة أصلي وبرجع.